ويا مساء الخير يا بنات، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ اخذت لي دش دافي وقلت لازم اوريكم المنتجات اللي استخدمها بعد الاستحمام للشعر. طبعا اللي يعرفني ويتابعني زمان يعرف اني انا ما استغنى عن التونيك، وكل فتره اغير النوع. هذا النوع صراحه جبته من مصر، هو موجود هنا بس سعره هناك مره ارخص، يعني في فرق سعر، فقلت اجربه. تقريبا خلاص يعني العلبه حتنتهي. وأحب كمان مرة أحط في أطراف الشعر سيروم الأرقان الذهبي مع نقطتين من العطر ذعود من ناتشورال تاتش. بنات أصلاً هذا العطر إدمان، هذا زوجي اللي حتعجبه. أعرف أنه أي شيء بعد كده أتكلم في العطور، إذن زوجنا واحد مرة حيعجبكم. أحط لجسمي وأحط لشعري، أحط بس نقطتين، أحس أنه الزيت العطري أحلى للشعر وأثبت من العطور اللي هي قصدي العطور البخاخة العادية. دايماً أنا أبخ على الفرشة وأمشط شعري، بس دحين خلاص أعتمدت الزيوت العطرية. هذا أكتر واحد اللي هو البني ذعود من ناتشورال تاتش أنا أحبه. عموماً بنات كل الروايح اللي عندهم تجنن، كلها حلوة، الأبيض، البينك، الذهبي، الأحمر، كلهم حلوين، فاعتمدوا أي واحد عندكم. أنا جبت واحد لي وواحد لبناتي صراحة. الحلو تخلطيها مع بيبي أويل للجسم ومسك مبشور، تخلطيها مع سيروم للشعر، تحطي كده بس منها بدون ولا شيء، بدون ما تخلطيها على شيء، وتدهني جسمك، تدهني شعرك، تجنن، كلها حلوة. شوف أنا عندي البني وعندي الأبيض، البينك كمان حلو، الأحمر حلو، الذهبي حلو، كلهم حلوين، وسعرهم في حدود 100 ريال. بس أنا دائما ناتشورال تاتش من المحلات اللي لما يكون عندها تخفيض أروح أقشقش، لأنه مرة فرق سعر. أوريكم هذا الاختراع الثاني، الفرشة دي اللي شايفين قد إيه صغرها، كتكوتة وتجنن، وسعرها يجنن. شوفوا حطت لها مناكير عشان ما نتلخبط أنا وبناتي. تخيلوا أنا جبت واحدة بس أجربها، كلهم ادمنوها، صاروا يجوا ويمشطوا شعرهم عندي، بس أنا ما أحب، عشان أحب كل أحد له فرشته. فرحت اشتريت لكل واحدة، وكل واحدة حطيت لها لون عشان ما يتلخبطوا هم كمان. بنات هذه الفرشة هي فرشة عادية بس بالبطارية تسوي مساج للفروة. طبعا بعد ما أحط التونيك أمشط شعري بي، وخاصة بعد الاستحمام، ما تتخيلوا قد ايه مريحة، تدي احساس تاني رائعة. بعدين الحلو انك ممكن تسوي مساج بجهة الفرشة او هذه الجهة، تسوي مساج كامل للرأس، رائعة. شوفوا هي شوية مزعجة، شوفين كيف، يعني حتى مو ترى مرة المساج ضايق، لا. زمان كنت استخدم كده شيء يدوي اسوي بيه مساج للفروة، بعد ما اكتشفت الشيء ده من فترة وانا خلاص ادمان، امشط شعري كله بيها، وكمان اسوي مساج بالظهر حق الفرشة. رائعة يا بنات، رائعة من جد، لازم كل واحدة تكون عندها. احس حتى الاطفال مرة حينبسطوا عليها، يعني حيصيروا يحبوا يمشطوا شعرهم عشان فيها الفايبريشن هذه كده زي المساج للفروة. وطبعا انا احطها مع هذا، مع هذا التونيك. ومو لازم تستخدموا هذا التونيك، اي تونيك استخدموه صدقوني حيعطيكم نتيجه، خاصه البنات اللي يسووا معالج. بنات مره لازم تهتمي بفروه الشعر، تهتمي بنفس البصيله، لانه التونيك يشتغل على نفس البصيله، يقويها، يطول الشعر، يسوي اللي هو تحريك للدوره الدمويه، خاصه لما تستخدمي تونيك مع مساج. فجربوها وقولوا لي أمانة إيش. بنات خليني أوريكم كمان شيء تاني أخذته من ناتشورال تاتش زمان، أول ما تزوجت كنت أجيبه من البحرين، تخيلوا ما كان فيه هنا، حتى مكتوب دوب انتبهت ميد إن إيطالي. شوفوا يجنن يجنن، حلو. مثلا أنت مع السواق ما تبغي تبخي عطر، داخلة عزة، داخلة مكان تبت شوية تعطري نفسك، الناس لما يجوا يسلموا عليكي ما تفوح منك ريحة العطر، وفي نفس الوقت ريحتك تكون حلوة. هذا مرة عجبني، تحطي نقطتين كده في أماكن النبض، تحطي تحت إذنك عند رقبتك، بس كفاية، وترى ما يفوح، بس ريحتك تصير مرة حلوة.
حتى كده تحطيه في السيارة دايماً إذا احتجتي تستخدميه، تحطيه في شنطة يدك لأنه كمان فيه مراية. شوفوا علبته مرة حلوة كده صغنطوطة رخامية ومفتح، وترى مرة يجلس، أتوقع حيجلس سنة عندي ما شاء الله. كل ما استحم استخدمه، ولما اخرج مع السواق اخده معايا في الشنطه، احط زي ما قلت لكم كذا نقطتين بس، ابدا ما يفوح، بس مره ريحته حلوه. برضو في منه ترى الوان مره كثير، شموها واختاروا. عموما يعني ناتشورال تاتش مبدعين في المنتجات، يعني انا اخذ من عندهم تقريبا 4 5 منتجات كلها عجبتني، وكلها اسعارها مره حلوه. بس زي ما قلت لكم احرصوا دائما تروحوا ايام التخفيض.